في 23 مايو 2022 حصل احتجاج عند مقبرة في قرية بانكوت التابعة لإقليم كشمير. عمدة القرية أو السربانش زي ما بيسموه يعني قاد الأهالي بسبب إن طفلة لسه مولودة أعلن وفاتها واتدفنت بعد ساعتين من ميلادها، ميتة ستيل بورن. ناس يا عزيزي كانوا بيحتاجوا على إهمال طبي أدى إلى وفاة طفلة صغيرة لسه مولودة والاستعجال في دفنها في أقرب مدفن. الغريب يا عزيزي إن لما الأهالي نبشوا في قبر الطفل عشان يطلعوا جثمانها عشان ياخدوه لمقابر الأسرة لقوها لسه عايشة فرجعوها للمستشفى عشان تاخد الرعاية المطلوب. الخبر ده بالرغم من كل العجائب والغرائب اللي فيه إلا إن فيه جملة مثيرة قوي للاهتمام، مش عارف خدت بالك منها ولا لا. نايو 2022. طب وايه المشكلة يا ابو حميد؟ قصدي يا عزيزي ان دي مش حاجة من قرون فاتت، دي حاجة لسه جديدة. احنا بقى طبقنا بطبنا بجوائز نوبلنا واكتشافاتنا ومعاييرنا معرفناش نحدد اذا كانت الطفلة ماتت ولا لا.